الدنيا تمام. انا اللي طيب. ايوه، ما هي مش ده السؤال. ماشي اوكي. مين قبل الاخير بقى؟ ويزبروم. مين اخر فريق هزم مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي؟ اخر فريق كسب مانشستر يونايتد بقالهم كتير ما بيتغلبوش بتاع في الدوري ولا في الكاس؟ الدوري. في الكاس مانشستر سيتي صح؟ اخر فريق مانشستر سيتي. لا هو بيقول في الدوري. لا هو ما قالش في الدوري، قال لك اخر. والله قال في الدوري. بص يا سياده النائب، اي حاجه تقولها انا جايين معاك. احنا جايين معاك في الحنايه. صح، مش اخر حاجه مانشستر سيتي؟ بس احنا بنتكلم في الدوري. في الدوري. في الدوري. بس انا قلت في الكاس يعني. ماشي برضه انت اي حاجه تقولها كويس. مجهود كبير يعني. اخر فريق كسبهم. اديك كارت. ارجو سمو الحامله برعايته. ماشي. انا بحاول اعيش معاك السيستم الجديد. انت مش عايز. استون فيلا؟ ارسنال. ارسنال. مين هداف الدوري الانجليزي في الموسم الماضي؟ محمد صلاح واوباميانج. صلاح فاردي. صح فاردي. تمام كده خلصنا حلقتنا النهارده. اشوفكم على الف خير ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده. اشوفكم على خير.